Sing a song, listen close. Écoute, écoute, écoute-moi. مساء الخير من جديد. النجوم في السماء لا تتشابه، لكن لكل واحدة منا خصوصيتها. نجومنا الليلة من كل المجالات، من كل الثقافات، من كل الانتماءات، أسماء لامعة كل بمحله. وحفل بياف 2017 مستمر بالإضاءة على هالإبداع والتحريض عليه. بدعي على المسرح مثل ما هالسهرة منقولة على تلفزيون الجديد وتلفزيون المستقبل معا، بدعي كمان ممثلين عن التلفزيونين يجتمعوا على هالمسرح معا على أمل أنه ولا شيء يفرقنا بيوم من الأيام. أدعو الإعلام السياسي الكبير والمحاور جورج صليبي ليكون معنا على المسرح من تلفزيون الجديد طبعا، كما أدعو الإعلامية اللبنانية المتميزة في قناة المستقبل كارين سلامة ليكونوا معنا ويخبرونا عن وجه لا تنساه الكاميرا لبل تعشقه عشق غريب. سوا مساء الخير ريما. مساء النور. مساء الخير أكيد لكل الحضور عبر شاشة تلفزيون مستقبل وتلفزيون الجديد. من معودة أولى هاي تلفزيون جديد. ما لي شيء بتتعودي. بتتعودي. ايه بتتعودي. كل شيء في أول مرة بالحياة. فهيدي أول مرة. وأول مرة بذكرى وروح وتحية إلى روح الشهيد الغالي رفيق الحريري من مدرستك. من وجه لك تحية كتير كبيرة. جمعتنا الليلة، جمعت مجموعة كبيرة من النجوم تحت سما بيروت، وإن شاء الله يا رب هالمدينة بتضل مثل ما أنت بتحب إنها تضل، مضوية من الشرق إلى كل العالم. رح أدعي كمان سعادة النائب خضر حبيب لحتى يكون معنا على المسرح لحتى يسلم هذه الجائزة. أنا بدي أقول مساء الخير لإلك ريما ويعطيك العافية من أول المهرجان وأنت عم تبذلي هالمجهود. شكرا. وبدي أقول مساء الخير لكل الموجودين ولكل المشاهدين، وبدي أسمح لنفسي رحب بمهرجان البياف عبر شاشة الجديد لأول مرة السنة. هالشاشة اللي هي بيتي ومطرحي اللي بعتز فيه، فمشان هيك بسمح لحالي اني رحب بمهرجان البياف عبر الجديد وطبعا عبر الفيوتشر تلفزيون اللي منحبه كتير كمان وكل التلفزيونات الباقية كمان، الفضائية اللبنانية LBC ومجموعة روتانا كلها سوا. فأهلا وسهلا بالجميع، والبياف مهرجان منعتز فيه ومنفتخر فيه. جورج، هلأ بدنا نكرم إعلامية جميلة جداً، مثقفة جداً، جمعت بين الجمال والثقافة والوجه اللي بتعشقه الشاشة عن جد صدقاً، والأداء المحترف أمام الكاميرا، فكان هالمزيج من الأنوثة والقوة والموقف. إعلامية سورية الأصل والمنشأ والهوى، لكنها عربية الانتماء والفكر والثقافة. كان دوماً حضورها ثابت وموهبتها ظاهرة وحنكتها بالأداء والمحاورة بتواضعها بالأماكن المتقدمة. هي مساء الخير. قبل ما أقولكم هي بدي أحب أحكي لكم كلمتين حقيقة. أنا هاي السنة التامة على التوالي بعتز بمشاركتي بمهرجانات البياف برعاية الدكتور ميشيل طاهر، ولكن هالسنة سنة بتتميز عن غير كل سنة كونه بتكرم الشهيد رفيق الحريري، رجل الماء والأعمار، رجل اللي بنى الأوطان ورجل اللي بنى الحجر والبشر. حبيت بس أحكي هالكلمتين لأنه لا شك وجود كل شخص بيكون يوم هون بسوليدير بهالمنطقة اللي احنا موجودين فيه، بنعرف مين اللي بناها. الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري. الاسم اسم مميز، اسم إعلامي على صعيد الدول العربية والأقليمية. بدي لكم هي زينة اليازجي.
بالصورة والكلمة صنعت تاريخا مهنيا عريقا، خطيته بجهد وعناية، وأواصل نحته بشغف وطموح لا يمل ولا يهدأ أبدا. صحفية، مراسلة وكالات أنباء عالمية، مذيعة تلفزيونية ومحاورة تلفزيونية من الطراز الأول، رؤساء وقيادات وشخصيات سياسية رفيعة من العالم العربي والعالم استضفتها وحاورتها، غالباً ما كانت برامجي الأكثر مشاهدة في فضاء العالم العربي، من نشرة أخبار السادسة عبر قناة العربية إلى الشارع العربي، ووجهاً لوجه عبر قناة دبي، وصولاً إلى بصراحة عبر سكاي نيوز. صنفت من ضمن أقوى 100 امرأة عربية لعام 2013 وفقاً لمجلة CEO وقائمة Arabian Business، وأيضاً لقب أفضل صحفية عربية من قبل MC الدولية في العام 2013، وجائزة المرأة العربية عام 2015، إلى جانب تقدير دولي لعملي مع اللاجئين. أنا الإعلامية الراقية والمتألقة زينة اليازجي. بدي أقول شغلة بالإذن منك ريما، هي وجاية زينة، دايماً بيقولوا وراء كل عظيم امرأة، بس أنا بدي أقول كمان أنه وراء كل امرأة ناجحة رجل خال من العقد وواثق من نفسه. فتحية لألك عابد فهد، ما بعرف وين قاعد أنت، بحييك الصديق والممثل المبدع. بتكبلوا بعض على كل حال. بعدين انا حامل هذا التروفي وانت بدك تقدم لي اياه، فليش انا بدي اتعب فيه؟ بقول لك عملت عني مشغول. ستينا الف مبروك لهالينا، الله يخليك لنا المزيد من التوفيق والنجاح ان شاء الله. مساء الخير، مساكم خير ونور وسلام، مساكم فن وابداع وجمال. أشكركم على هذا التكريم الطيب والعزيز، أشكركم على هذه الجائزة لما تحمله من احترام وتكريم للإعلاميين السياسيين، إعلام الذي يعمل في المجال السياسي والإخباري. هم بحاجة لحمايتكم، بحاجة للتشجيع ليكملوا مشوارهم المحفوف بالمخاطر، مصاعب الحروب ومصاعب المواقف المتشنجة اليوم في عالمنا العربي. هم بحاجة لمثل هذه الجوائز ليكملوا الطريق الحقيقي للإعلام السليم، الإعلام الذي يعلم كل مواطن من سرق حقه ومن هجر أبناءه، من هدم منازله ومن شوه حلمه، من أبنى حياته ومستقبله. الإعلام اليوم يمكن أن يدلنا على الطريق السليم لنبني دولاً حلمنا بها جميعاً، ولكن أيضاً يمكن أن يخدعنا، أن يودي بنا إلى الهاوية. لذلك علينا بكل ذكاء أن نعرف من نضع ثقتنا به. شكراً لكم على الثقة. أشكر بياف، أشكر سوريا، سوريتي حبيبتي، بصلي وبدعي وبتمنى أن تعود البسمة على وجه السوريين، كل السوريين في الداخل وفي الخارج، تعبوا ويستحقوا البسمة. أشكر عائلتي، أهلي، أنتم أساسي وتوازني. شكراً عابد، أنت شريك، أنت آمنت بأن النجاح أحلى وأكبر بجناحين. شكراً لأولادي تيم وليونا، أخذت من وقتكم كتير بسبب إيماني بهذه المهنة. شكراً لكم، أتمنى لكم جميعاً الأفضل. شكراً. حلو. شكراً.